السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده خبر جديد بيقول جورجينا رودريغنز ضيفة عرض فيلم انيا في مهرجان فينيسيا. بس قبل ما هنبدا بالتفاصيل، اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعه ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصريه الان. وكعادتنا دايما بنحب نعرف جمهورنا ومتابعينا بإطلالة النجوم والمشاهير وترند المشاهير في الأزياء. تعالوا معانا نتعرف على إطلالة جورجينا اليوم. وكعادتها منذ لحظة وصولها اليوم الثلاثاء، لفتت جورجينا رودريغنز أنظار الجمهور لإطلالتها الثلاثة التي ظهرت بها في البندقية، التي زورتها لحضور عرض فيلم إنيو. الفيلم كان ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا فيلم فيستيفال. كانت جورجينا مرتدية فستان باللون الأحمر على السجادة الحمراء وعلى الريد كاربت، وتميز فستانها بكشكشة على الصدر مع فتحة على شكل قلب، وأرفقة الفستان بقفازات أوبرا بيضاء وقلادة كبيرة من الماس، بالإضافة إلى أسورة وخاتم متطابقين. وقبل توجهها للسجادة الحمراء اللي هي الريد كاربت، شاركت جورجينا متابعينها عبر حسابها الخاص على إنستغرام لحظات مميزة لها من فينيسيا، حيث أطلت فيها بفستان آخر باللون الأحمر والأصفر والبرتقالي مع كعب أحمر عالي. إذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن. وهنستنى تعليقاتكم على كل الفيديوهات اللي بنشاركها ليكم.